مشاهدي الكرام مساكم الله بالخير، حياكم الله في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة. من أعظم المنح التي قدمها الله سبحانه وتعالى لعبيده وخلقه منحة الحياة، ولذلك اعتبر الله إنه الحفاظ على هذه الحياة أمر في غاية الأهمية. مكافأته عند الله مكافأة عظيمة جدا، بل أن الله سبحانه وتعالى اعتبر أن الحفاظ على الحياة الواحدة كالمحافظة على كل الحياة البشرية في الكرة الأرضية. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من سبل المحافظة على هذه الحياة تقديم ما يكفل لها البقاء، ولا شيء أفضل من الدم كي يكون واحدة من أعظم الهدايا التي يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان. طبعا قبل ما نبدأ ونأخذ المتحدي، خلونا نشوف في البداية معارف الناس، إلى أي حد الناس عندها فكرة عن الثلاسيميا، عن الأنيميا المنجلية، عن هذه الأمراض الوراثية اللي منتشرة في فئة كبيرة أو فئة من المجتمع تعاني من هذه الأمراض. سمعت شيء اسمه الأنيميا المنجلية؟ نعم، مرض للدم ينتقل عبر الوراثة، زواج الأقارب. سمعتي عن مرض اسمه الثلاسيميا؟ لا، ما تعرفي؟ ما أعرف إيش. سمعت فيها بس مش متعمق فيها جدا. أنا أعرف إنه في مرض اسمه كذا يعني، أي الذي هي يحتاج إلى تغيير دم دائم يعني. عندك فكرة عن الأعراض؟ تكسرات في الدم أعتقد. تمام. عدم الفحص قبل الزواج ولا؟ إيش فصيلة؟ إي بي موجب. إي بي موجب. تتبرع بالدم؟ حاليا ما تبرعت. ولا مرة؟ لا. إيش أهمية التبرع بالدم؟ والله تهمت التبرع بالدم لا شيء، واحد مريض يعني محتاج للدم ينقذه. تجديد للدم، إنقاذ حياة أشخاص. تبرع بالدم، عمرك تبرعت بالدم؟ لا نهائيا. نهائيا. ليش؟ لأنه قال النسوان ما يتبرعنش بالدم. أفا، مين قال لك النسوان ما يتبرعنش بالدم؟ ليه؟ لأنه ما يتبرعوا إلا الرجال. مين قال؟ كلام هذا خطأ، المرأة تتبرع. صحيح؟ أنا ما سمعت إلا هذا السؤال من عندك. التبرع للبنت وللولد عادي يعني، للمرأة وللرجال عادي. ممكن. أيوة. ومتى المرأة ما تتبرعش؟ ما المفروض أنها ما؟ الدم بتاعتها مش قليلة شوية يعني، على حسب نسبة الدم. وإذا كانت حامل؟ وإذا كانت حامل برضه ما تبرعش. سؤال عليه 100,000. إيه حلوة؟ نعم. مين اللي اخترع فصائل الدم او اكتشف فصائل الدم؟ اذا عارف الاجابه خلي نشوف الان. من الذي اخترع فصائل الدم؟ مين اللي اكتشف فصائل؟ ما حد اخترع، اكتشف. اكتشف يعني اسمه ولا حاجه؟ لا اعرف. لا اعرف. الطبيب النمساوي كارل لاندشتاينر. كارل لاندشتاينر. برافو عليك، برافو عليك. اسمك؟ اسمي عصام الحايدي. عصام الحايدي. الحايدي، حياك الله يا عصام، برافو عليك. وين تدرس انت ولا تشتغل؟ خريج جامعه بلاروس، لغه انجليزيه. اوه برافو عليك، ما شاء الله، جميل. طيب النمساوي كارل لاندشتاينر هو اللي اكتشف فصائل الدم عام 1901، وهذا الاكتشاف ربما كان سبب في إنقاذ حياة ملايين من البشر حول العالم اللي مروا عليه في الحرب العالمية الأولى والثانية. برافو يا عصام، الخطوة الأولى تمام، باقي الخطوة الثانية. جاهز للخطوة الثانية؟ طيب الخطوة الثانية مشاهدي الكرام، مطلوب من عصام إنه يبحث لي عن 10 متبرعين. أوكي، 10 متبرعين يتبرعوا اليوم لصالح مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية. أنا حطلب منك 10 متبرعين، فأنت تحاول توجدهم لي، تقنع الناس يجوا يتبرعوا معانا في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. لاحظ أنه مش كل الناس سيتم الموافقة عليهم، ممكن تأخذ واحد لهناك يرفضوه، يكون فيه فيروس، يكون فيه علة، يكون مريض، يكون. فأنت ما تأخذش 10، تأخذ 15-16 إذا قدرت، على أساس أنه يكون فيه احتياط. احتياط. أنا حقب، أنا اشتي منك 10 يتبرعوا، 9 حتخسر. اللي حيتبرع لازم يكون فوق 15 سنة، فوق 18 سنة، وزنه أعلى من 50 كيلوغرام، وسنه أقل من 50 سنة. شباب تمام؟
طيب فاصل مشاهدي الكرام، وبعد الفاصل حنبدأ التوقيت. أنا مجهز الساعة استعداد لعصام الحايطي في هذا الحلقة، خليكم معنا لا تروح بعيد. حياكم الله مشاهدي الكرام. قبل الفاصل التقينا بعصام الحايط وسألناه من هو العالم اللي اكتشف فصائل الدم، واللي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أنه كان اكتشافه سبب في إنقاذ حياة ملايين من البشر. من هو يا عصام؟ الطبيب النمساوي كارل لاندشتاينر. لاندشتاينر، حلو. الطبيب النمساوي كارل لاندشتاينر. الآن التحدي أمام عصام إنه يجمع لنا 10 متبرعين بالدم وراح يتبرعوا لصالح مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية. أعطيناك التنبيهات، السن أكثر من 18 أقل من 50 سنة، لازم تعمل حسابك على إنه المخزنين ممنوع، تمام؟ اللي بياخذ علاجات برضو ما يتبرعش، ولا تحاول تتشاطر لأنه حيرجعوهم بالفحوصات. فأنت حاول تجمع أكثر من 10 أشخاص. وقتك يا عصام يبدأ من الآن. نتشرف يا أخي بك، بس يا أخي نمشي نتبرع الناس مساكين في المستشفى، يعني أمراض وكذا، أحب أن تجي معي نتبرع بقربة. أي فصيلة ولا؟ أي فصيلة. طيب ما أستخدم لا علاج ولا شيء ولا أي حاجة، ولا شيء ولا أخزن. الحمد لله. التبرع بالدم ليش هو مهم؟ ينقذ بني آدم، ينقذ بشر. هذه من ناحية أنك تنقذ بشر، ومن ناحية أنك تجدد الخلايا حقك، ويعني يحصل إنتاج جديد للدم باستمرار. إيش الموانع اللي المفروض أنه الأشخاص اللي عندهم موانع، إيش الموانع دي ما يتبرع؟ أولاً أنه إذا كان الدم حقه أكثر من 15 إلى 16، إذا كان 20 نسبة الكثافة، نسبة الهيموغلوبين. إذا كان فوق ال 15، يعني فوق ال 16، يعتبر بوليسيثيميا، يعني حاجة عالية. الحاجة الثانية إذا كان الهيموغلوبين حقه أقل من 10، فهذا صعب إنه يتبرع، مشكلة. الوزن حقه لابد يكون ملائم. بعد كذا ندخل في عمليات الفحوصات الثانية، اللي هو فحوصات المرضية، فيروسات الـ HIV، الـ B، الـ C، الـ RBR، يعني هذه كلها الفحوصات اللي تمنع إنه واحد يتبرع بالدم. تبرع معنا يعني المرضى الكلاسي، المرضى والجهر المستشفى. مستعد؟ مستعد. هل قد تناولت علاج من سابق ولا شيء؟ حاليا استخدم علاج الضغط. الضغط هنباع. ايش اهمية التبرع بالدم؟ والله خاصة في الأوضاع هذه أهمية التبرع في الدم، يعني أعتقد في أولويات اللي واحد يتبرع، خاصة في ظل وضعنا في وضع البلاد. هل التبرع الطوعي مهم فقط في حالة الحوادث والإصابات، ولا في ناس يحتاجوا دم من غير ما يكون في حادث؟ لا، في ناس يحتاجوا دم من غير الحوادث والإصابات، أصحاب أمراض الدم، تكسر الدم والثلاسيميا، أعتقد يحتاجوا. الأنيميا، أصحاب يعملوا عمليات في بعض المستشفيات يحتاجوا دم. أنا مشارك في برنامج أتحطك في نص ساعة، وأتحط لي حكي 10 أشخاص يتبرعوا بالدم. هل بإمكانك أن تتبرع المرضى الكلاسي، المرضى الجرحى والمرضى مستعدين؟ هل قد تناولت علاج من سابق يستخدم علاج لك شخصاً؟ علاج لي أنا؟ ولا حاجة. وكم وزنك؟ والله وزني 70. ما شاء الله. و خلاص هذا واحد. أنا مش على طول، لا ما استخدمش علاج ولا حاجة، ما خزنت ولا خزن. خليك معنا، خلينا نشوف الآن واحد من الإخوان. هذا هو أول واحد أو ثاني واحد اليوم في فريق عصام. سلام عليكم. السلام ورحمة. اسمك الكريم؟ علي بن علي عبد الله. علي بن علي عبد الله. أيوه. اليوم جاهز للتبرع؟ جاهزين إن شاء الله. أعتقد إنه أنت المواصفات موجودة فيك، فوق الخمسين وشباب، اللهم صل على النبي، فوق ال 25 اتوقع.
وزنك على 70 برافو. مصاب بأمراض مزمنة؟ لا 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 الحمد لله ما في. حصان 24 حصان. طيب عفوا علي عبد الله. علي عبد الله الآن هو رقم 2 في فريق عصام الحائطي، باقي منه أو باقي مطلوب منه 10 متبرعين، لكنه احتياط لازم ياخذ على الأقل على الأقل يكونوا معه 15. نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل مع عصام. أنا بزاف ورتك هاي بلا حيث نالشي أنا بزاف ورتك أنت هاي بزاف صناعة هذه هم اشتامهم أحمر أحمر دو دو دم أنا أدي لك دم لا نخزن عنك لا نخزن عيود أنا مخزن عادي هل بإمكانك أن تتبرع قدم؟ تتبرع؟ كم وزنك؟ وزني 62 62 ما شاء الله حتى 50 نتبرع ولا حتى 40 لكن الآن نتحرك نتبرع هل قد استخدمت علاج من سابق؟ استخدمت قبل أسبوع يمكن ما هو من علاج؟ يمكن جديد أنا قبل عادي بسم الله بسم الله وهذا رقم 3 السلام عليكم وعليكم السلام عرف طه أحمد سعيد اللماعي طه اللماعي من خولان حياك الله يا طه ليش التبرع بالدم مهم؟ لأنه هذا الأيام الناس محتاجين له ولا أزمة اللي بنمر فيها هذا الأيام أو غير هذا الأيام وعدنا هو حق الباري كله اليوم فيني اليوم في صاحبي يوم ثاني فيني الله بيعوض أول مرة تتبرع اليوم؟ لا والله ثالث مرة إن شاء الله حكي 10 اشخاص يتبرعوا بالدم هل بامكانك تبرع معنا تبرع بالدم ايوه بتقرب الدم فين في 70 ان شاء الله الان اقرع عين الصغار بس ليش انت غضبا كيف على اللي ثاني هي اقرع عين اللي 100000 تقرح توقف ها والله عاد انا جبت العيال الان يتغضوا وما انا يتغضوا ويرجع بساعدك اخرب فرحه العيال خلينا نشوف امورنا وبعدين اسمك بدر محمد غيلان عمران بدر تبرعت قبل كذا تبرعت ايوه تبرعت قبل سنه اخر مره تبرعت لواحد مريض من الاقرباء ولا العيال العام ايوه هل انت في صف انه يكون في تبرع طوعي ولا فقط وقت الحاجه طوعي يعطيك الصحه العافيه اربعه وباقي ربع ساعه خلوكم معنا معك عصام الحاجي مشارك في برنامج تفكير الساعة جاوبني على السؤال لكن المشكلة تحكي 10 أشخاص تبرعوا بالدم هل بإمكانك أن تبرع بالدم؟ كم عمرك؟ 20 كم وزنك؟ 3 هل قد استخدمت علاج من سابق؟ علاج؟ علاج إيش؟ أي علاج مثلا هكذا أو ما استخدمت؟ علاج أي واحد باليمن مثلا علاج يعني حق أشياء كلا هذا يعني حاجة صعبة هذا واحد هذا هلا وانت يا اخي كيف انت الحمد لله هل بامكانك تجرب الدم غلط صالح من الدم ما امرض الكلاسيميا امريكا ايوه في المرض خلاص سحبت تكسر على طول ايوه سحبت تكسر الدم كم وزنك وزني فوق 50 والعمر 21 عندنا هبل اثنين تتبرع بالدم قرب الدم تبرع بدنا والله انا اتمنى تبرع بدنا بس 100 عوائل تشكل تعاون ان شاء الله ها والله تبرع بدنا حاجه طيبه الشيء بالشيء يذكر يعني احنا لما نتكلم على اهميه التبرع بالدم راح نتكلم على فئات من المجتمع هي بحاجه الى انه تتلقى جرعه دم بشكل دوري بشكل في بعض الاحيان اسبوعي لازم تاخذ
جرعة أسبوعية من الدم، وفي بعض الأحيان تكون هذه الجرعة من فصائل نادرة، وهنا تكمن المصيبة. أغلب الناس يعتقد أنه المراكز الوطنية زي المركز الوطني لنقل الدم أو بنك الدم مهمته أن يوفر الدم. إذا ما كان في متبرعين بشكل طوعي، من فين يجيبوا لك دم؟ هذا السؤال بديهي اللي لازم كل إنسان يسأل نفسه. من أجل أن أحصل على دم، من أجل أنه وقت الحاجة أجد هذا الدم، يجب أن يتوفر هذا الدم في المراكز الوطنية. من أين سيتوفر؟ من خلال ثقافة التبرع الطوعي اللي لازم تكون موجودة عندك وعندي وعندها وعند كل الناس. ثقافة التبرع الطوعي اللي للأسف الشديد إحنا، أنا أشعر شخصياً أنه إحنا في اليمن ما زالت هذه الثقافة غائبة عن أذهن الناس، ما زالت هذه الثقافة بعيدة عنا. الناس يعتقدوا أنه التبرع بالدم فقط إذا واحد من العائلة محتاج. لا، في ناس محتاجة الدم بشكل دوري، محتاجة أنه نتبرع كلنا بشكل دوري. الحمد لله، سبحان الله، الآن اكتمل العدد 10 أشخاص هذه تبرع بالدم، لكن فعل الخير هو واجب. نحاول أن حصلنا 2-3 فوقهم. حتى هيك 10 أشخاص تبرعوا بالدم، تجمع 10 أنفار، لكن باقي معنا قلنا فعل خير. هيك استخدمت علاج من سابق مثلا؟ أي علاج مثلا؟ الحمد لله سليم. الحمد لله. أتحرك معنا الآن؟ على طول. الله يباركيك بحرك. إيش يعني؟ نسلم الجائزة؟ أيوه. 12 شخص الآن، حنطلع فاصل، وبعد الفاصل إحنا وال 12 متبرع حنكون في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، المكان اللي أنتم مشاهدين الكرام بإمكانكم تروحوا تتبرعوا فيه وتأخذوا فيه احتياجاتكم من الدم وقت الأزمات. فاصل وراجعين. حتى أولاً في رمضان، ثاني الناس غالباً الشعب اليمني كل يعني تحصل نادراً في الشعب كل مخزن الليل. حتى أثناء عندما حواري مع الأشخاص اللي يتبرعوا، كل شخص يعني تحصل يعني حصلنا أكثر من شخص مع عوائلهم، من الصعب إنه يجي يتبرع ويفلت العائلة حقه، لكن الفلت هو توفيق الله. عادة في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه لدينا العديد من شروط التبرع بالدم. من ضمن هذه الشروط أولاً إثبات الهوية، البطاقة الشخصية أو العائلية أو إثبات الهوية بصورة عامة. بعد ذلك الشروط العامة للتبرع بالدم، نسبة الدم تكون طبيعية، الضغط يكون طبيعي. نحن نجري بعض الفحوصات للمتبرعين، الناس اللي هم لايقين للتبرع بالدم ممكنهم التبرع، أما الناس اللي هم غير لايقين فنحن في المركز نعمل على إعطاء النصائح للمتبرعين حتى يتمكنوا من التبرع بالدم. هذه ذا الحين أولى النقاط اللي إحنا كنا خايفين منها، إنه يتم رفض أحد المتطوعين أو المتبرعين. اسمك ذكرني. اسمي طه أحمد اللماعي. طه اللماعي. طه على فكرة لما سمعت قصته يعني أحسست إنه أنا لازم أقبل رأس هذا الرجل، لأنه بالأمس كان يحاول إنقاذ بعض الناس اللي احترقت أو احترق بيتهم. فزي ما انتم شايفين الان بعض الحروق اللي موجوده في يده، زي ما قال لي الاخوان المختصين في المركز انه ما ينفعش، حتكون عنده بعض المؤشرات الحيويه مرتفعه او منخفضه، وبالتالي هذا راح ياثر على مساله التبرع بالدم. اخونا زعلان، كان يتمنى. والله كنت اتمنى اتبرع، والله من زمان مش متبرع، يعني اي وقت اقرب وقت اتبرع. انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. الله يكتب أجرك، ولعل الله سبحانه وتعالى أنه طلع على نيتك يقول روح أجرك أجرك معك. ويكفي أنه أمس أنقذ حياة الناس في يعني في الحريق وتناسى صحته، وهذا هو قمة التضحية، أنك تجد إنسان
يحب أن يعمل الخير كيفما كان، مغامرا مخاطرا بنفسه، مضحيا مقدما أغلى ما يملك دمه من أجل الناس. الله يعطيك العافية، تستاهل بوسة الرأس. الله يعطيك العافية حبيبي، وخلونا الآن نشوف البقية إيش أخبارهم. كمل كمل ثاني دوخت. رحاب فؤاد. صف كم؟ ثامن. كيف وضع المرض معك؟ متعب جدا جدا، بس وعندنا قصور في العلاجات، وعلاج سحب الحديد، علاج الدسفيرال، بس الحمد لله الدم متوفر بالله، يعني الله يحفظهم المركز الوطني لنقل الدم موفر لنا الدم. لكن حكاية العلاج يطلبوا منكم فلوس متبرعين؟ لا لا والله، ترى فرصة أبدا ما قد طلبوش مننا، احنا لا متبرعين ولا فلوس. بعض الناس ما يعرفوا إيش معنى ثلاسيميا، قولي لهم إيش معنى الثلاسيميا، إيش اللي بتشعري فيه، إيش الوجع، إيش اللي بيحصل في جسمك؟ نحن مرضى الثلاسيميا نعاني من يعني من تعب بسبب يعني أحيانا نقل الدم، مع استمرار نقل الدم يحصل لنا فشل في القلب، يحصل لنا إنه شرايين حق القلب تتسدد. ذلحين أنا عندي معاناة من الثلاسيميا، هشاشة في العظام، فشل يعني عندي الصمام تعبان، عندي الآن يعني أعراض كثير. إيش الوجع اللي بتحسوه لما بتتعبوا؟ لما ما نسويش دم، أو يعني أحيانا المركز الوطني يكون ما عندهمش محاليل أو عندهم قصور كذا، يعني وإذا طولنا في إنه ما ناخذش القرعة بسرعة يحصل عندنا ألم في المفاصل، نتعب، تحصل عندنا دوخة، ما فقدان شهية، يعني نتعب تعب صراحة. أتمنى من كل الشباب والبنات المقدمين على الزواج أنهم يفعلوا فحص ما قبل الزواج لكي يتجنبوا ذا المرض، وبنفس الوقت يحموا نفسهم، لأنه صراحة متعب جدا جدا، معاناتنا كثيرة. رحاب أيضا إلى جانب معاناتها في الثلاسيميا هي محتاجة عملية بسيطة، وهي من آثار الثلاسيميا اللي حصل عندها في الحاجز الأنفي. احكي لهم إيش اللي حصل. حاصل لي إن اللوزتين الآن عندي ملتهبات جدا، وبسبب يعني الظروف الصعبة ما قدرناش نسوي عملية اللوز، وفي انحراف بسبب يعني مش عارفين، ولا عندي لحمات، وهذا السبب إنه الانحراف واللحمات سببوا لي إنه أغيب عن الوعي لمدة ساعة نص ساعة بدون ما أشعر بأي حاجة. أكذا؟ أيوة على طول، حتى في المدرسة، في البيت، أحيانا أكون في أي مكان وأغيب عن الوعي. كم قالوا لي كم التكلفة؟ قالت تكلفة العملية 120,000. 120,000 يمني، والله ما هو هذا المبلغ الصعب اللي يمكن أن يوفر. دوركم أنتم هو المهم إن شاء الله. يظل المرضى باستمرار بحاجة إلى توفير الأدوية الرئيسية مثل الأدوية الساحبة للدم كالدسفيرال والإكسجيد والديفربرون. أيضا هم بحاجة إلى عملية نقل الدم وباستمرار مدى الحياة، هم بحاجة إلى نقل الدم كل 3 أسابيع. بالنسبة هذا بالنسبة للمرضى الثلاسيميا والمرضى الأنيميا المنقلية المعتمدين على نقل الدم. يقوم المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بتوفير الدم، وهو شريكنا الأساسي والرئيسي في خدمة مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي. أيضا وزارة الصحة كانت وما زالت توفر لنا بعض الأدوية، لكن في الفترة الأخيرة ونتيجة للوضع المأساوي الذي تعيشه بلادنا اختفت كثير من الأدوية الرئيسية لمرضى الثلاسيميا مثل علاج الدسفيرال وعلاج الأكسجين. نناشد وزارة الصحة ببذل الجهود لتوفير
الدعم اللازم لشراء مثل هذه الأدوية، كما نناشد المنظمات الدولية ونناشد أيضا رجال الأعمال والأيادي البيضاء في هذا البلد لتوفير ما استطاعوا من أدوية لهؤلاء المرضى الذين يختفون بصمت ويتألمون بشكل مستمر. اسمي أنوار صالح العصيمي، أعاني من مرض الثلاسيميا. هذا المرض شديد، متعب جدا، لا حتى ما تقدر تقوم تعيش حياتك اليومية، ما تقدر يعني بالفرش لما يجي لك العلاج تقوم وتقدر تعيش، تمشي، تكلم أخواتك عادي. يعني مرض مزمن يتعب الجسم كامل، وهذا الدم لما يجي يتأخر عنه يسبب لنا أمراض كثيرة مثل الظهر والرأس، وجع كبير جدا. عمري أدخل في 14. هذا المرض هو اللي يسبب هذه الأشياء الكثيرة، مش هو بس عشان أطول، حتى الناس يقولون أنا صغيرة لكن أنا كبيرة وأستير فهم كل شيء، لكن المرض هذا يعيق إن أنا يخلني صغيرة، لكن ما نفعل هذا قدر ربنا. يعني مشاهدي الكرام، ما أقدر أقول لكم، يعني أختنا رحاب بعد المقابلة مباشرة حاولت تطلع برا ففقدت الوعي. معاناة يومية هي تعيشها بهذا الشكل، هذا الوضعية اللي هم عايشين عليها. نقص العلاج زي ما قال أخونا، فحقيقة شيء مؤلم، شيء يجرح العين ويجرح القلب بشكل ما تخيله. حقيقة عبد المتنى مطهر، مصابة عمري 16 سنة، مصابة مرض الثلاسيميا والدم الوراثي، انقل كل 3 أسابيع دم، بس إذا تعبت كثير انقل كل أسبوع، وأحتاج إلى إبرة دسفيرال، 4 حبات باليوم، بس هذا الإبر الحبة الإبرة سألنا بسر ندور ما حصلنا الحبة بأربعة ألف. لازم أخذها ماشي الحادة كل يوم لمدة أربعة، كل يوم مدة 8 ساعات في الجهاز. الحادة حقي 10 ألف، يعني أحتاج إذا ما استعملت إبر يمكن يحصل لي تصلب في الشرايين. مالك يا أمي زعلانة؟ من تعب عليه سنة وسنة ما فيش عليك خالص، يعني من صدري أنا صدري أروح أدور حصلنا واحدة صدري، قال في واحد يبيع الإبرة 4500، بس أنا ليش تفعل الإبرة الواحد تشتي كمية بنت، يعني أحد 10 ألف. عندي فشل بالقلب، عندي فشل بالكبد، عندي فيروس بالكبد، عندي الصمامات، كلهم من الثلاسيميا. ما تخذي ضربتك استمرت علي للمم، يعني قولي لي المم اللي بيعد تتخيلها وتروح بنتي خلاص مش تشعر. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى لحظات الختام. أتمنى أنه قبل ما نفكر بالمسابقة وبالربح وبمين فاز ومين خسر، إنه نكون قدمنا رسالة واضحة عن الفئات التي تعاني من المرضى، تعاني بصمت وتعاني بتحدي وتعاني بإصرار وتحاول أن تقف ند بند لهذه الأمراض الوراثية اللي سببها الرئيسي الزواج ما بين الأقارب وعدم إجراء الفحوصات الخاصة ما قبل الزواج، واللي الآن أصبح أعتقد أنه أصبح لزام على كل أب وكل أم، كل عريس وكل عروس، أنه يحرصوا على إجراء مثل هذه الفحوصات. عصام الحايطي طلبنا منه أنه يوفر لنا 10 متبرعين، هو جمع 13 شخص. في البداية أنا شعرت بالقلق، لأنه الأول رفض بسبب أخونا العزيز اللي كانت يده محروقة ورفض، وبعدها شخص أصيب بإغماء علي عبد الله،
دوخ لأنه أول مرة يتبرع، وبعدين أنا بدأت أشعر بالقلق، قلت عصام سرحته اليوم خسارة لأنه الجماعة بدأوا يطيحوا واحد بعد الثاني. الآن يا عصام الحائط، أنا بشوف العشر الكروت اللي الدكتور أبو ثينة نائب المدير العام في المركز، هذه الكروت اللي وافقت عليها، يعلم الله ما أدري كم عددها، لأنه قيل لي أنه فيه من رفض داخل اللي تبرعتوا 10، هل هذه 10 كروت؟ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. المخرج مخبي كمان. كم عندك؟ والله كانت سرحتك، شفت عيونه بدأت تزغلل. ثمانية. الحمد لله. عصام الحايطي، يعني حلقة اليوم أنت قدمت فيها جهد حلو، لكن الأحلى إنه إحنا التقينا بأحبابنا من المرضى اللي أنا أسأل الله يعني إنه أنتم كلكم تدعوا لهم بالشفاء، ويكون توجه عام منكم إخواني إنه مش أول مرة نتبرع ولا آخر مرة نتبرع، نكون نجي نتبرع إكراما لرحاب وبقية الأخوة والأخوات المرضى بالثلاسيميا. ألف ألف مبروك، تستاهل. شديد كلام حلقة اليوم بكل ما فيها من حزن وألم ستنتهي، لكن الأمل فيها لن ينتهي. الأمل فيكم أنتم مشاهدي الكرام التجاوب. من ناحيتي إلى اللقاء، ألقاكم في حلقة قادمة.